في عام 1965 صدح صوت الراحل من إذاعة الرياض. فكان في ذيك الأيام الناس يحسون يعني شافوا أنه نابغة، فرشحوا الشيخ حسن آل الشيخ، قالوا بيك تجي عندنا في وزارة المعارف في الرياض. فشجعوا جدي، قال له أحسن لك من الإعلام. ولما وصل المعارف خذاله تقريبا 3 سنين في وزارة المعارف، وتم ترشيحه كملحق ثقافي في العراق، وبعد العراق رشح ملحق ثقافي في الكويت. فطبعا هو ابتعد يعني شوي عن الإعلام، ولكن بعد ما انتهت الفترة اللي هي 4 سنين رجع لجدة، فرشحوا قالوا له احنا في حاجتك في وزارة الإعلام، لأنه ذيك الأيام ما كان في مذيعين بكثرة، وكانوا يحسون انه يعني الشخص هذا نحتاجه في وزارة الإعلام. فتعين في إذاعة جدة وقعد فيها سنة، ثم انتقل الرياض اللي بعدها تم افتتاح إذاعة الرياض. وطبعا هو يعتبر أول واحد قال إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. محمد عبد الرحمن الشعلان فعلا هو أول صوت إذاعي سعودي انطلق من إذاعة الرياض أو في إذاعة الرياض. ثم في تلك المرحلة كان هناك على طبعا طلاب في الثانوية، كان هناك ممن شاركوه المرحوم الدكتور عبد الرحمن شبيلي، وثم بعد ذلك التحق علي النجعي، عوني كنانة، محمد رشيد، وأيضا الأستاذ زهير الأيوبي، واثنان، واحد من الجنسية الفلسطينية وواحد من الجنسية اللبنانية، رشاد المحتسب مذيع من فلسطين، وخالد بوتاري مذيع من لبنان. ثم بعد ذلك جاء عدد من المتعاونين بعد أن تلقوا دورات تدريبية في مقر الإذاعة بالملز، وهم بندر الدوخي رحمة الله عليه، وصالح الحمدان، وناصر الراجح، ومنصور الخضيري. هذه هي النواة التي كونت تلك الفترة، وأظنني أنا أيضا ذكرت عوني كنانة، لأن عوني كنانة أيضا في تلك المرحلة. هؤلاء الذين كونوا يعني فريق العمل في إذاعة الرياض في تلك المرحلة، هؤلاء الذين كانوا معه في تلك المرحلة، والذين كانوا لهم إسهامات يعني متميزة رغما من الظروف. ما عندنا طبعا هناك وسائل التواصل اللي هي الآن موجودة، ومع ذلك أبدعوا.